إيه للأسف. إذا أبو عبد الله قلت تصريح قبل يومين لما أعتقد راح تتسجل، قلت احذروا من أدوات الفساد حتى ولو غابت رموزها، لذلك فعليكم أن تؤدبوهم بالصناديق. نعم. إيش تقصد بالتصريح؟ يعني شوف اليوم الناس تعيش يعني أجواء تفاؤلية وحقها في مثل هالمرحلة، يعني تم تنفيذ أغلب المطالبات اللي كان ينادي فيها الشارع من رحيل الرئيسين، من أيضا خطاب السامي كان بلسم على جرح كل مواطن كويتي غيور على بلده. لكني أنا في تقدير اليوم نتفائل، نعم نتفائل، لكن لا نفرط ولا نبالغ في التفاؤل. ليش؟ اليوم لما تشوف يعني خليني أسمي لك الأمور بمسمياتها، يعني أحد النواب يعلن بشكل أو بآخر أنني جاهز من 52 سنة، ورئيس مجلس الأمة السابق أيضا يقول أنا جاهز، ثم بعد ذلك تكون بعض المشاركات من بعض أطراف التي تحاول تخلق استفزاز للشارع الكويتي. نعم. هذه تقول إن أنا والله رجاي أعد الحال مايل، وهذاك يجي يغلط على شعارات انتخابية. لا، في النهاية يعني في النهاية هي يعني أنا أعتقد أن مثل هذه الأدوات هي لها دور، يعني مرشح سنوات 7-8 سنوات ملاحق في قضايا في الخارج يأتي به، يجيبونه قبل 10 أيام ثم بعد ذلك يذهب يسجل في الانتخابات. أنا يعني أنا أقصد أن الناس مثل الدفع يعني ولا إشكالية، أنا أقصد في الفترة ويجي يسجل في الانتخابات. إذا أنت أصلا من قطع الكويت صار لك أكثر من 10 سنوات، اليوم لما تشارك، أنا في النهاية هذه الأدوات لا تعني لي شيء. أنا أتكلم أن الناس يجب عليها أن تحذر وأن لا تبالغ في التفاؤل، يعني وجزء من المعركة السياسية لم تنتهي بعد، لذلك الإنسان يكون فطن. أنا عشان كذي سألتك سؤال، قلت لك أجواء مجلس المبطل، والبعض يقول لك أن هناك قد ينتج صراع عنصري، صراع طائفي، صراع طبقي، ممكن نشاهدها اليوم موجودة عندنا، فأنت تتلمسها ولا لا؟ أنا شوف، أنا أعتقد أن هذه الأجواء غير موجودة حاليا. أوكي. لكنها هي ممكن يعني تعود أجواء صراع معارضة. طبعا أنت في كل انتخابات في أجواء طائفية أحيانا، في أحيانا عنصرية، قبائل، مناطق داخلية، مناطق خارجية. أنت اليوم قد أنك تقبل على يعني صراع معارضة، وارد، لأن أنت من قبل فترة تشوف بعض خلينا نقول التحركات، قصد من غير قصد، تصريح مني تصريح منك، حقيقة يعني تصريحات غير مسؤولة، قد يعني تدخلنا في مرحلة قادمة إلى خلافات تكون على مستوى رموز معارضة. أوكي. الشخصيات اللي أنت تنتقد اليوم وجودها في الانتخابات، هل هذه تعتقد أن الناس تنزل من نفسها، أو تبتوحي أن في دعم من بعض الشخصيات؟ أنا هي لطالما كانت أدوات فهي أكيد أنها مدفوعة من الخارج، وأحيانا تكون مش أدوات بس، تكون أدوات رخيصة كذلك. لا يعني، يعني حتى لو مثلا شخص عنده ثقل سياسي أو عنده تيار أو عنده مجموعة أو عنده مصالح مثلا، من حق أنه يدعم ناس توصل للمجلس الأمة، وين إشكاليتكم؟ لا شلون أبو حسين، أنت الحين لما تكون عندك مصالح تقوم تدعم يعني مرشحين، هو شلون تدعمه؟ المال السياسي شلون شكله؟ أحمر أسود؟ مال سياسي. أنت لما تجي تدفع فلوس حق سين ولا صاد عشان تمرر مصالحك داخل مجلس الأمة، هذا في النهاية أنت قاعد تضر البلد من خلال شرائك الولاءات لهذا، وهذا المرشح بطبيعة الحال راح يدفع الفاتورة لك. عن طريق شنو؟ عن طريق أنه يحاول يمرر لك بعض القوانين اللي قد لا تتناسب مع يعني مع حال البلد، يمرر بعض الأمور المخالفة للقانون وغيره.